سمعنا مؤخرا عن ناس كتير بتشتكي من نوعيات مختلفة من الحساسية بتسببها بعض الأكلات، بعض الفواكه، بعض الخضروات، وناس بتبقى مش عارفة. وللأسف الموضوع مش بيكون مجرد حساسية عادية اللي هي بيبقى مثلا في بقع حمراء أو بصعوبة في التنفس أو تعرق أو بأعراض خفيفة، لا، في بعض الأحيان ده بيسبب مضاعفات كبيرة جدا جدا جدا. أكتر فاكهتين يمكن بيعملوا المشاكل دي الفراولة والمانجا، من أكتر الفواكه اللي لو حد عنده حساسية في حاجة أو في نوع أو في مركب من المركبات الخاصة بهذه الفواكه بيعمل مضاعفات كبيرة جدا جدا جدا. قرينا خبر الأسبوع اللي فات عن وفاة شقيقة الفنان سناء شافع بسبب تناولها لحبة فراولة، وده كان يعني شيء لدى البعض غريب انه ازاي حد يبقى عنده حساسيه. احنا بنسمع زي ما قلت الحساسيه بيكون فيه بس بعض الاعراض الخفيفه، لكن ان الموضوع يصل الى الوفاه فده شيء خلى ناس كتير جدا بتسال، طب الواحد يعرف اصلا ازاي ان هو ممكن يبقى عنده اي حساسيه تجاه اي مركب من المركبات او فاكهه او خضار او اكله معينه. هيا نرحب بالدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية معانا عبر زوم. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين كلهم، يا مرحبا. انا مش عارفة هل الموضوع زي ما وصل لنا كده انه ممكن حد يتوفى بسبب انه تناول فراولة ولا في مبالغة؟ لا، هو في ممكن كده فعلا ان الحساسيه ممكن تؤدي الى الوفاه، خصوصا لو كانت عند واحد حساسيه جامده من اطعمه معينه او من اي حتى ادويه بتحصل كمان. عشان كده احنا دايما بنحاول نقول ان حتى تلاقي في كل البروشورز او كل الورق الداخليه بتاعت اي دواء يقول لك ممنوع تاخد الدواء لو عندك حساسيه من الدواء الفلاني، ودي مش هنعرفها الا لما ناخد الدواء الاول. فهنبتدي ان احنا نجرب الاول ناخد الدواء، لو جاله حساسيه، لو حاسس بهرش، حاسس ان هو ضيق نفس، اول حاجه لازم يروح المستشفى على طول في ساعتها، لان ديت من الاعراض اللي ممكن تسبب الوفاه فعلا، ضيق النفس اللي ممكن يحصل له تورم في الحنجره، وهو ده بيبقى مش قادر ياخد نفسه، ودي لازم نبقى عمليه على طول في ساعتها عشان ندخل الهواء. فاحنا هنتاكد ان احنا عندنا حساسيه من حاجه ونبقى ناخدها لو عندها حساسيه مثلا، ودي في بنعمل اختبار حساسيه لبعض الناس، علشان لو في مثلا عنده حساسيه للغبار، ممكن حساسيه للحبوب اللقاح، دي بقى هنقدر نتجنبها. بناخد امصال معينه، بناخد حقن معينه، بنحفز الجسم ان هو يطلع اجسام مضاده زي اللقاحات كده، واللقاحات دي بناخدها بحيث لو تعرض لحبوب اللقاح او تعرض ما يحصلوش لاي حاجة. حاجه يبقى يحصل كده. اشمعنى الفراولة بالتحديد اللي دايما عاملة مشاكل، وليه دايما الناس تشتكي من حساسية بعد حبة الفراولة الفاكهة دي بالتحديد؟ هو ممكن كمان نقول حاجه، ان هي ممكن ما تكونش الحساسيه من الفراوله نفسها، ممكن تكون الفراوله تكون مثلا فيها بعض المبيدات او ما اتغسلتش كويس، ممكن هي دي اللي سببت الحساسيه، لان ممكن تكون هي خدت الفراوله قبل كده. لان لو كانت تعرف او اي حد يعرف ان هو عنده حساسيه من الفراوله بيتجنبها، لكن ممكن تكون جدا ان هو فيها نوع من المبيدات او ما اتغسلتش كويس او اي حاجه كانت مصاحبه معاها، هي دي اللي تسببت في الوفاه نتيجه الحساسيه. فما نقدرش نقول الفراوله بالذات او الموز بالذات، لان كذا حاجه واي حاجه في الكون ممكن تسبب حساسيه، تختلف من شخص لشخص، كمان بتختلف من واحد لواحد، مش دايما الموز او الحاجات دي كمان تختلف كتير جدا. لكن يعني اي اكله في الدنيا، خضار، فاكهه، ممكن تسبب حساسيه عند بني ادم ايوه، غير غير يعني كل واحد فينا مش زي التاني في استجابته لا خالص. للطعام او الاطعمه المختلفه. وعلشان كده بنحاول نقول للامهات خصوصا في السن الصغير تدي لما يكونوا مثلا الاطفال صغيرين يتلحس له الاول، تدوقه، علشان لو حصل له اي حساسيه، اي طفح جلدي، اي هرش في الجسم كله مش قادر ياخد نفسه، لا دي على طول نبتدي ندي مضادات للحساسيه، والاهم بناخد حقن كمان. طيب حضرتك قلت حاجة مهمة قوي، إنه ممكن يبقى الحساسية ما حصلتش من الفاكهة نفسها أو من الخضار نفسه، بتحصل بسبب
مبيد، مرشوش عليه الفاكهة دي، طريقة تخزين غلط، حاجة مش كويسة، حشرة معينة موجودة في الفاكهة. ايه الطريقة الأمثل اللي نقدر بيها نغسل كل الفواكه، الخضروات، حتى اللحوم والدجاج قبل الطهي؟ ده مهم جدا، وحضرتك لمستي سؤال مهم جدا، ان احنا ما نقدرش ابدا ناخد الحاجه من عند الفكهاني والله ويقدم لك حاجه يوم ناخدها وندوقها، لا دي ما تنفعش الكلام ده. احنا ناخد الحاجه ونغسلها كويس، ولو حطينا عليها برمنجانات حاجات كده زي مطهرات معينه، بس لو نغسلها حتى بالميه والصابون كفايه، دي مهمة جدا. وبعد ما نغسلها كويس نبتدي نقطعها وناكلها، ولو نقدر نشيل القشرة يبقى كويس، ما قدرناش ولازم القشرة يبقى الغسيل مهم جدا، علشان المبيدات ممكن تبقى لسه موجودة على حوالين القشرة، طيب فما نحاولش الخل قدر الإمكان ان احنا نغسلها. ننقع الفاكهه عموما، عنب بقى، موز، فراوله، اي فاكهه، تفاح، في ميه بخل، دي فكره كويسه لفكره التعقيم. ممكن كويس قوي الحكايه ديت، بس انا برضو انا مش عايز بقى نبتدي نبقى ايه حاله اسمها اوبسيسيف، نبقى عندنا وسواس قهري بقى من كل حاجه، لا دي ونبقى نظافه. خايفين من كل، لكن يعني دي يعني نظافه دي ماشي، لكن نخلينا طبيعيين، يعني ناخد النظافه العاديه، يعني ما ناخدش الحاجه جايبينها من السوبر ماركت نقوم ناكلها على طول، نغسلها يبقى الامهات نغسلها، مفيش حاجه اسمها كده، يا ريت كمان يبقى نغسل ايدينا، ودي مهمه على طول، حتى لو احنا خارجين من بره في الشارع لازم نغسل ايدينا قبل ما ناكل اي حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، ونغسل ايدينا قبل الاكل وبعد الاكل زي ما كنا بنتعلم زمان. دكتور، الجو برد جدا جدا جدا، جدا. والناس قاعدة في البيت، معظم الناس يعني قاعدين في البيت، يا إما بسبب الكورونا يا إما بسبب البرد الشديد، وما بنعملش أي حاجة في حياتنا غير إن إحنا بناكل، يعني بنصحى ناكل، بنتغدى 3 مرات، بننام بناكل، بنقوم ما بين النوم ناكل ونكمل نوم، فالناس بتاكل بشكل شره علشان كمان بتحارب الملل، بتحارب الزهق، بتحارب البرد. نعمل ايه ايوه علشان نبقى بناكل بس الوزن الزيادة الكتير اللي بقى موجودة عند الناس كلها، كلنا يعني عظيم، لما نيجي نحارب البرد مش ناكل، نتدفى، لكن دي اهم احسن، الاتنين، نحاول ان بنعمل احنا الاتنين، ناكل. بناكل ونتدفى. لا ناكل بقى، يبقى ناكل اكل صحي، يبقى ما نزودش في الاكل بتاعنا، مش ناخد بقى كل شويه يلا ناخد سحلب ونديها سحلب للنهار والهوت شوكليت بقى وكاكاو باللبن ولبن كامل الدسم، ويبقى كده نقول ايه اصل الشتاء ايه ما بنخسش فيه ابدا والشتاء بيجوع والكلام ده كله، لا الشتاء مهم جدا ان احنا نلعب رياضه فيه، نتحرك فيه، مفيش جيمات، نخرج نمشي نتحرك في الهواء، طلبات مهم غريبة جدا قوي يا ان دكتور احنا والله. يعني احنا ايه طلبات بقى ان الناس في الشتاء مش قادرة تتحرك، يعني العموم انا بتكلم على الناس الكسلانين، لان في ناس رياضيين ومحافظين على اكلهم وكله تمام، بتكلم على فكرة الكسل، الناس عايزة تقعد متدفية طول الوقت في البيت لكن بتعوض البرد ده او الزهق ده بالاكل. هل في اكلات ممكن تخلي الناس تحس او تشعر بهذا الدفء وتملى المعدة كمان وفي نفس الوقت ما تزودش الوزن بشكل كبير؟ في طبعا، يعني هتاخد ممكن الشوربه كلها، شوربه الفراخ تكون مش شايل منها الدهون، شوربه اللحمه برضو نفس الحكايه، مش شوربه لسان عصفور للنهار، لان لسان العصفور دوت مش لحمه، ده مكرونه، مشويات. عشان في ناس معتقده ان لسان العصفور ده ما بيتخنش، لا بيتخن برضو زي المكرونه بالظبط، فما ناخدش لسان عصفور على طول، نبقى دي الشوربه دي هتدفينا. ناخد كمان الاكلات الصحيه على مدار اليوم، ناخد بروتينات اكتر من ان احنا ناكل رز ومكرونه، لان دي هتشبعني وقتيا، انا عايز على مدار اليوم نفضل ناكل احسن من ان احنا ناكل سؤال اكل واحده اخير بس. يا دكتور، الشاي الاخضر، لانه دايما بنتسأل السؤال ده واحنا نفسنا عايزين نعرف اجابه، هل بالفعل الشاي الاخضر بيخسس ولا مش بيخسس؟ اي كلام. يا لا ده بصي حضرتك انت قلت سؤال ممتاز فعلا، لان الشاي الاخضر هو عباره عن ايه، الشاي الاخضر هو عباره عن كافيين، وكافيين عالي شويه زيه زي القهوه الخضراء بالظبط، فالكافيين دوت حلو جدا للتخسيس مع الرياضه، لكن هاخد شاي، هاخد جردلين شاي اخضر كل يوم وهخس؟ لا ابدا، اخد كومبو واخد حاجات بتتخن كتير ومكرونه بشاميل وباخد كوبايه شاي اخضر عشان اخس، عمر ما هيحصل ابدا الحكايه دي، نعم لازم الشاي الاخضر مع الرياضه، والمهم جدا يبقى حركه ونشرب ميه كتير. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات والنصائح دكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، شكرا لحضرتك.